كيف الفن بيقدر يحقق هالقد تغيير، قدرة تخلق حوار اجتماعي عميق وتعمل اختراق وأثر. فهذا النشاط الأول من نوعه اللي بنروح لنشاط مجتمعي وبننزل للشارع. وإنه أنتوا اللي بتقدروا تقودوا التغيير وأنتوا اللي تكونوا ماسكين عملية التغيير. مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية فكرته بلشت بال 2015، وهذا الإشي صار بعد ما إحنا عملنا كتير دراسة إنه شو الأسباب اللي ما بتخلي الناس تشارك بالفعاليات المختلفة، منها الثقافية والسياسية والاجتماعية وكل الشغلات هاي. بناء عليه بلشنا نفكر بأفضل طريقة إنه نستخدم الثقافة والفنون بحيث انه احنا نشجع هاي المشاركه، وبحيث انه الناس نعطيهم الحافز انه هم انه صوتكم انتم مهم، انه وجودكم مهم ومشاركتكم مهمه، وانه انتم اللي بتقدروا تقودوا التغيير وانتم اللي تكونوا ماسكين عمليه التغيير. وعملنا مع شريكنا مؤسسه عبد المحسن القطان هذا المشروع اللي تنفذ من خلال عده مسارات، والمسارات اللي تنفذ منها هي مسارات انه ممكن يكون تدخل مباشر بمواقع، وفي كمان انه اعطاء منح للمؤسسات والفنانين انهم يشاركوا كمان بهاي العمليه. المواقع اللي قدرت تخلق نظره جديده، توجه جديد، فكره جديده، معنى جديد، قدرت تخلق حوار اجتماعي عميق وتعمل اختراق واثر وموجود ومستمر ورح يستمر، لأنه قدر يأسس لمسكن جديد، لهدف جديد، لغاية جديدة، لتوجه جديد عند المجموعة وعند المجتمع، ويخلق حالة من التحفز الذاتي اللي هي أهم شرط من شروط ديمومة الأشياء وديمومة الأثر. تم تنفيذ المشروع ضمن ثلاث مسارات. المسار الأول اللي هو تقديم منح لمؤسسات فنية، لأفراد، فرق فنية، ناشطين عملوا على تنفيذ مشاريع فنية في مجتمعات مهمشة. المسار الثاني هو مسار المواقع، تنفيذ مبادرات مجتمعية في مجتمعات مهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل فريق. الفريق بيشمل معلم وناشط وفنان. والمسار الثالث اللي هو تم تنفيذه في مدارس من قبل معلمين والطلاب بشراكة مع الطلاب، بحيث انه تم تنفيذ مبادرات من داخل المدرسة وطلعت للمجتمع لإحداث تغيير محوري وجوهري في هاي المجتمعات. ضمن مسار المنح تم تنفيذ 5 مشاريع في مناطق مهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل فنانين ومؤسسات عملت على إحداث تغيير مجتمعي، ساهمت في إعلاء صوت الناس بمطالبة حقوقهم وبتغيير مجتمعي حقيقي بهاي المشاريع وبهاي التدخلات. أحد هاي المشاريع مشروع مقامات رنتيس اللي تم تنفيذه في قرية رنتيس من قبل الفنان بشار خلف وبترا برغوثي، اللي كان بهدف هذا المشروع للفت الأنظار لقرية رنتيس وإعادة ربط العلاقة الناس بالبلدة القديمة في رنتيس. وتوج هذا المشروع بتنفيذ مهرجان سموه مهرجان الصبر. هذا مهرجان الصبر تم تنفيذه على مدار 3 أيام، تم من خلاله عرض المنتجات اليدوية اللي قامت السيدات بإنتاجها وعملها خلال مرحلة المشروع، بالإضافة لعروض فنية، دبكة، مسرحية شارك فيها مجموعة كبيرة من أهالي القرية بجميع فئاتها، بالإضافة لضيوف من خارج القرية. المسار الثاني هو مسار المواقع اللي بيكونوا من خلاله نعمل تدخل مباشر من خلال هدول المناطق اللي بيشتغل فيها، من خلال تكوين مجموعة من النشطاء والفنانين والمعلمين يبحثوا مع المجتمع على اختيار قضية ويعبروا عنها من خلال الفن. من خلال المشروع تم تنفيذ 3 مواقع اللي انخرطوا معنا في المشروع،
قرية عقربة قضاء نابلس، وعقابة قضاء طوباس، ومبادرة حياة في الجامعة الأقصى في قطاع غزة. من خلال القراءة الأولية للمجتمع في قرية عقربة، كان الهدف الأساسي أنه نعمل التدخل المباشر مع المجتمع. ومن خلال اللقاءات الأولية اللي عملناهم في المنطقة في قرية عقربة، كان أنه أي تدخل رح يبني أثر وحراك مجتمعي في هذه المنطقة يكون مبني على فكرة المدرسة. ومن هون انطلقنا على مع طالبات أعمارهم 14 سنة أنهم يقودوا هذا المشروع في قرية عقربة. فهذا النشاط الأول من نوعه اللي بنروح لنشاط مجتمعي وبننزل للشارع وطالبات بنفذ نشاط، فهذا نشاط مهم لأنه يؤسس لما بعده من وعي مجتمعي ومشاركة مجتمعية بيشاركوا فيها الطلاب والطالبات. قدروا هدول الطالبات إنهم يدخلوا في المجتمع من خلال أدوات بحثية قاموا فيها من خلال مقابلات ولقاءات مع كبار السن اللي يختاروا قضية يعبروا عنها من خلالها. وكانت فكرة القضية المبنية على مركز اهتمامهم هم، إنه كان أولويتهم بالنسبة لهم إنهم حابين الرسم، حابين إنهم يعملوا إشي خاص فيهم يطلع للمجتمع. ومن هنا أجت فكرة إنه نبني لعبة سلم والحية، 100 مربع 100 قضية 100 قصة. الموقع الثاني هو موقع عقابة، وأطلقنا عليه اسم مسار عقابة، رحلة في الزمان والمكان. قدرنا من خلال التدخل اللي في عقابة إنه ينتج من خلال المشروع مجموعة شبابية احكي لي عن بلدي، اللي دورها تعمل أنشطة ولقاءات عن قضايا بتخص والتعبير عنها من خلال المجتمع، وتستمر وتكون ديمومية لفكرة المشروع اللي هي هدفها الأساس إن ننتج مجموعات قادرين إنهم يعملوا أنشطة وفاعلين يكونوا في المجتمع. والمشروع الثاني عندنا مشروع مسار، اللي هو تم تنفيذه في البلدة القديمة في مدينة نابلس من قبل مؤسسة فن من القلب، اللي كمان برضو كان بيهدف للفت النظر للبلدة القديمة وإعادة إحياء الحياة الثقافية في البلدة القديمة في نابلس، وذلك من خلال عدة نشاطات وفعاليات تم تنفيذها مع المجتمع. قامت مؤسسة فن من القلب بالعمل مباشرة مع مجموعة من الأمهات اللي هم سموهم أمهات الحب، اللي هم أمهات الأطفال ذوي احتياجات خاصة. وبعد عدة لقاءات خلال فترة المشروع مع المؤسسات المعنية ومع أصحاب القرار، استطاعوا أمهات الحب إنهم يحصلوا على تأمين مجاناً لأطفالهم ليتم معالجتهم في المستشفيات في نابلس. والمشروع الثالث هو مشروع مساحات، اللي قام بتنفيذه الفنان عز الجعبري في البلدة القديمة في الخليل. والهدف الرئيسي من هذا المشروع اللي هو إعادة إحياء الحياة الثقافية في البلدة القديمة في الخليل، وتم ذلك من خلال تنفيذ عدة لقاءات حوارية ورش تدريبية لكافة فئات المجتمع في البلدة القديمة، اللي جذبت النظر أكثر للبلدة القديمة في الخليل وعملت إحياء للحياة فيها. المشاركة المجتمعية اليوم والنموذج اللي تم طرحه من خلال مشروع مساحات هو نموذج نوعي جديد، وبيتطرق للعديد من التفاصيل اللي بتحاول من خلالها نقول كيف الفن بيقدر يساعد المجتمع، وكيف الفن بيقدر يحقق هالقد تغيير في داخل الأماكن اللي بتتعرض للتهميش أو يكون حظها أقل من غيرها من الأماكن. التدخل الثالث هو تدخل مختلف، هو عبارة عن مبادرة اسمها حياة في الجامعة، اللي كانت بالشراكة مع جامعة الأقصى في غزة، اللي هدفها الأساسي إن نعيد إحياء المشهد الثقافي في الجامعة. جوهر المبادرة حياة في الجامعة مبنية على فكرة إحياء الطلاب وكسر مفهوم التقليدي للجامعة من أجل إنتاج معنى حقيقي للتعليم في داخل الجامعة، ويكون هذا جزء من رسالتهم وهدفهم الأساسي إنه الجامعة هي مصدر وقوة للفعل الثقافي والمجتمعي في داخل قطاع غزة. وهذا بتقاطع مع دورنا في المشروع، اللي من خلاله قدرنا مع طلاب جامعة النجاح الوطنية طلاب السنة الرابعة على بناء
مشاريع تخرجهم بناء على فلسفة ورؤية المشروع، وكأنه منحاول إحنا من خلال هذا التدخل اللي بيكون مبني على فكرة الفن والمجتمع اللي من خلاله ننتج أفعال ثقافية في داخل الجامعة. تم إنتاج معرض صورة ذاتية لطلاب جامعة النجاح اللي من خلالهم قدموا مشاريع تخرجهم المبنية عن الفعل المجتمعي وبحث مجتمعي، اللي كانت هي تجربة بعتبرها جدا غنية وكانت فعالة وعملت أثر حقيقي في داخل الجامعة، إنه كيف الدكاترة والأساتذة اللي شافوا طلابهم ينتجوا مشاريع تخرجهم مبنية على الفن وعلى البحث وعلى امتلاك أدوات ثقافية فنية حقيقية لفهم المجتمع ولفهم رسالة المجتمع فيها. المشروع الرابع مشروع بيتكم عامر اللي تم تنفيذه في البلدة القديمة في غزة من قبل الفنان عبدالله الرزي، اللي تمحور حول إحياء والمحافظة على الموروث الثقافي من خلال تنفيذ فعاليات المشروع في موقع أثري مهمش يعود لحقبة زمنية قديمة اللي هي مدرسة الكمالية. وما اكتفى الفنان عبدالله الرزي بإحياء وتهيئة مدرسة الكمالية، لكن توجه كمان لبيت أثري قديم مهمل اللي هو بيت السقة، وبرضه استكمل المشروع فعالياته ونشاطاته في بيت السقة. ومن ضمن التجارب الملهمة اللي تم تنفيذها خلال المشروع تجربة الفنان علي مهنا في مشروع البحر إلنا اللي تم تنفيذه على مدار عامين في منطقة الزوايدة وبالإضافة لبحر غزة، اللي تمكن من خلالها بتغيير سلوكيات الناس على البحر بالإضافة لتجميل المشهد البصري للشواطئ بحر الزوايدة وبحر غزة. المسار الثالث في المشروع هو مسار المبني على المدرسة وعلاقتها في المجتمع، اللي من خلاله بنخرط المعلمين والطلاب على إنتاج مبادرات مجتمعية اللي بهدف الأساسي منها تخرج المدرسة إلى المجتمع والمجتمع إلى المدرسة. من المبادرات اللي تم إنتاجها خلال المشروع هذا هي مبادرة بدنا مكان إلنا اللي تم تنفيذها مع طالبات مدرسة الجاروشية في طول كرم، وتتمحور هاي على إيجاد مكان يعبر عنا، مكان نحكي فيه، مكان نطور فيه قدرتنا. وخلال فترة المشروع انخرطوا الطالبات مع المجتمع المحلي في ثلاث محاور. المحور الأول هو محور استطلاعي، المحور الثاني هو محور الأشغال اليدوية، المحور الثالث هو محور مبني على فكرة إنتاج مسرحية تطلع من الناس وتعبر عن الناس وتكون هي جزء من رسالتهم، رسالة المجتمع ورسالة الطالبات اللي من خلالها، وتم بناء نص المسرحية من الناس أنفسهم. أنا كثير انبسطت بهذا الأشياء اللي سويناها هان، وشفت الناس كداش مبسوطين، وكانت اليوم فرحتي لا توصف. كنت كثير مبسوطة اليوم بأداء هذا العرض، عن جد ارتحت بعد ما أديناه. طبعاً شكراً لمؤسسة عبد المحسن القطاني اللي دعمتنا بهذا الإشي، وعن جد شكراً كثير لإلها. أنا كثير انبسطت لما كنت أمثل وأسوي أشياء، وكان دور إني أعترض على إشي، وأنا بحلم إني أصير لاعبة تايكوندو، وحزامي هو الحزام البني. فكرة المكان انتقلت من مكان لإيجاد طالبات الجاروشية إلى مكان في داخل مدرسة طارق بن زياد، مدرسة موجودة في نابلس. كانت الفكرة الأساسية أو القضية الأساسية اللي حابين يبنوا مبادرتهم حولها إنه مدرستنا غير مهيئة وغير قادرة إنها تستوعب الطلاب في المدرسة. من هنا انطلقوا الطلاب مع معلمهم لؤي خليل على كيف نحول هاي المدرسة لبيئة أكثر ملائمة وأكثر بتعكس روح الطلاب فيهم. من المواضيع اللي تم التطرق لها في المشروع هي قضية حوادث السير اللي تم طرحها من خلال مدرسة الإنجيلية في مدينة رام الله،
واللي كانت هي ذات اهتمام ومحور أساسي في المدرسة كونها تقع على الشارع الرئيسي اللي في مدينة رام الله. قوة المبادرة مدرسة الإنجيلية من قوة الموضوع اللي انطرح فيها، هو اللي بعبر عن حاجة وأولوية للطلاب اللي في المدرسة، اللي من خلاله عملوا جدارية قدموا منها رسالة للمجتمع المحلي والمؤسسات ذات الاختصاص والشرطة في هذا المجال. أحاول أفيد المجتمع بأكثر من ناحية، ممكن أفيد المجتمع برضو أني أفيد حالي، كيف أطور من شخصيتي، أطور من بلدي. وخلال المشروع تم توظيف تقنية الانيميشن في إنتاج مواد، إنتاج أفلام انيميشن تعبر عن قضايا مجتمعية. انخرطوا مدرستين في مدينة رام الله مع الفنان باسل نصر والفنان رأفت أسعد. وخلال فترة المشروع تم إنتاج فيلمين، فيلم من غزة بعنوان الصياد وفيلم مربعات في مدينة رام الله. زاد عندي التعاون والشغل في فريق مش لحالي، واكتشفت مواهب عندي كنت أنا مش عارفها. طور شخصيتي من عدة نواحي، أولها أنه أنا صرت مستعد أسمع لآراء الآخرين. لما اشتغلنا مع بعض واشتغلنا في مجموعات صرنا نساعد بعض نتفاهم على بعض. قدر المشروع أنه يحقق بكافة مراحله نجاحات وأثر ملحوظ، سواء من خلال تفعيل دور المجتمع في إعلاء صوته والتعبير عن مطالبه، أو من خلال خلق حراك ثقافي واسع. استطاع المشروع المساهمة في التأثير على أصحاب القرار والمسؤولين اللي أدى لإحداث التغيير المطلوب. هذا الشيء حفزنا وشجعنا على تنفيذ مبادرات ومشاريع إضافية في مواقع جديدة. كمان بعد إحنا 6 سنين من التدخل سنحس إنه كتير مهم إنه إحنا نكمل بالمشروع، حتى إذا ما كانش من بهاي الطريقة ممكن بأي طرق أخرى، لأنه التدخل بالمجتمع تدخل مهم جدا. فعشان هيك إحنا مهم إلنا إنه نبني على هذا المشروع كمان كمان نضيف كمان سنين بالتدخل على أساس إنه نقدر نحصل على أكبر أثر ممكن.